صدمة كبيرة تلقاها محبي الثنائي يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة أنها حامل بطريقة غير مباشرة. وفي التفاصيل، نشرت الفاشينيستا فاطمة الأنصاري مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خبر انفصالها عن يعقوب بوشهري منذ أيام أثارت من خلاله الجدل بين متابعيها، وذلك بسبب حديثها أنها تشتهي عصير الرمان. فشكلي بقوم أنا أحاول أسوي عصير الرمان بنفسي لأني. وتحدثت الأنصاري عن معاناتها، كاشفة بأنها غير قادرة على إيجاد أي محلات عصائر يمكنها توصيل عصير الرمان، لذلك اضطرت لعمل العصير في المنزل، لافتة إلى أنها لن تخرج من المنزل في وقت متأخر، ولذلك قامت بوضع الرمان في الخلاط وإعداده. العديد من المتابعين أشاروا إلى أن الأنصاري قد تكون تعاني من أعراض الحمل في الشهور الأولى، وهو ما يطلق عليه الوحم، حيث أنها تشتهي الرمان بسبب هذا الأمر. تفضلي. لأنها وصفتني بعدم التهذيب، وهذا غير لأ. أنا قلت لها على الهواء إن شاء الله يا رب نكون في الأمر. ومن ناحية أخرى، كان أثار زوج فاطمة مشهور مواقع التواصل الاجتماعي يعقوب بوشهري ضجة بعد انفصالهما، والمفاجأة الجديدة كانت بظهور بوشهري في مقطع فيديو مثير للجدل عبر حسابه في سناب شات، عبر من خلاله عن اشتياقه لأشخاص في حياته من دون أن يأتي على ذكر أي أسماء، مشيراً إلى أنه لا يريد التحدث إلى الشخص الذي يشتاق إليه ويحاول كبت مشاعره باستماعه إلى الأغاني أو من خلال الخروج والتنزه. ناس عرفهم يقولون لي يعقوب أنت شلون ما تتحطم لما يصير فيك كذي كذي، مع أن أنا وايد ناس أشتاق لهم. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن يعقوب يقصد بكلامه زوجته فاطمة، متسائلين عن الأسباب التي دفعتهما للانفصال على الرغم من الحب الكبير الذي يجمعهما. تحبك روحي وحسك نفس الروح. وكان أثير خبر انفصال يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري بسبب تغريدة كتبها المدون فهد الزهراني الشهير باسم أبو شهد، وهو زوج المدونة منال الأنصاري، حيث هاجم يعقوب من دون أن يسميه قائلا: إذا خانتك قيم المبادئ فحاول ألا تخونك قيم الرجولة، والأيام تكشف سوالف لندن عجبي. البنية راجع بيتهم، بتشيل أغراضها، بتشيل أمورها، يبي لها 4-5 أيام تترتب أمورها. وكذلك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من الأخبار والتسريبات التي تحدثت عن سبب الانفصال الذي وقع بين الثنائي، إذ تم الحديث عن أن الانفصال وقع بسبب خلاف وقع بينهما إثر ممانعة يعقوب ظهور فاطمة في السوشيال ميديا ورفضه مناداتها بتوتة من قبل شقيقاتها وأفراد عائلتها. وفي كلام في خاطري ودي أقوله، وهذا الكلام من أعماق 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 قلبي. وأشارت بعض التسريبات إلى أن تدهور الحالة الصحية للمدونة السعودية أتت على هامش انتظارها مصالحة زوجها لها، إلا أنها فوجئت بالعكس وباستلامها عدة مقاطع فيديو توثق تواجد يعقوب مع عدة فتيات في قطر، مما أدى إلى انهيارها وإجهاضها لجنينها الأول.